تفضل سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب، وشمل برعايته الكريمة حفل تخريج الفوجين الخامس والسادس من طلبة كلية البحرين للمعلمين، والذي أقيم اليوم بمقر جامعة البحرين في الأصخير، وذلك بحضور معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى وعدد من أصحاب المعالي والسعادة المدعوين. وفي تصريح لسموه بهذه المناسبة قال: تسعدني رعاية هذا الحفل الذي هو مناسبة عزيزة علينا جميعا، نحتفي فيها بالعلم والمعرفة اللذين هما أساس بناء الإنسان ومستقبل الأوطان، وتأكيد الاهتمام بالمعلم وإعداده الأعداد الجيد ولدوره النبيل ورسالته السامية في تخريج الأجيال والارتقاء بالدول والمجتمعات. كما أننا نحتفل بمرور 10 سنوات على إنشاء كلية المعلمين كواحدة من مبادرات مشروع تطوير التعليم والتدريب الذي بدأناه في إطار المشروع الإصلاحي لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه ورؤية البحرين 2030. إن تخريج الفوجين الخامس والسادس قد عزز دور الكلية في مجال تأهيل المعلم وتمهين التعليم، حيث أصبحت ممارسة مهنة التعليم جزءاً من البرنامج الأكاديمي لتأهيل المعلم منذ أول يوم ينضم فيه للكلية، وذلك في ظل ما تشهده العملية التعليمية من تطور وتقدم. وننتهز هذه المناسبة لنشارك أبناءنا الخريجين فرحتهم، ولنبارك لأهلهم وذويهم نتائج غرسهم، ولنشد على أيدي أساتذتهم والقائمين على الكلية، ونشكر ونقدر لهم دورهم في إعدادهم وتأهيلهم فترة دراستهم، متمنين للجميع التوفيق والسداد في خدمة وطننا العزيز. وقد تضمن الحفل إلقاء كلمات من قبل سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم رئيس مجلس أمناء جامعة البحرين، والأستاذ الدكتور رياض يوسف حمزة رئيس جامعة البحرين، والدكتور محمد مبارك جمعة وكيل وزارة التربية والتعليم للموارد والخدمات رئيس مجلس إدارة كلية البحرين للمعلمين، والدكتور تيد برينتون عميد كلية البحرين للمعلمين. أكدوا خلالها أهمية دور الكلية في تخريج معلمين ومدربين وأكفاء ليسهموا في إثراء العملية التعليمية في مملكة البحرين، خاصة وأن من سبقوهم قد أثبتوا قدرتهم وإسهامهم في الارتقاء بالتعليم ومهنة المعلم. هذا وقد تفضل سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب بتكريم الطلبة المتفوقين وتوزيع الشهادات على الخريجين في برنامج البكالوريوس في التربية وبرنامج القيادة التربوية وبرنامج دبلوم الدراسات العليا في التربية. We'll be right back.
عشر سنوات تأكد فيها عظم تلك التأدية المعطاءة ورصانة الرسالة التعليمية السامية التي ألقت على كتفها كلية البحرين للمعلمين في جامعة البحرين حمل مهمة إخراج كوكبة من الطلبة القادرين على مباشرة مهنة التعليم كمهنة يستند عليها المجتمع في بناء أجيال من المؤكد التعويل عليهم في رفعته ونمائه. نحتفل بهذه الكوكبة من الخريجين ومرور عشر سنوات من العطاء والاهتمام والمتابعة والإنجاز حققته كلية البحرين للمعلمين. هذه الكلية التي تعتبر مبادرة متميزة من ضمن مبادرات المشروع الوطني لتطوير التعليم والتدريب. هذه الكلية لها دور كبير في إعداد المعلم القادر على العطاء الذي يتصف بصفات المعلم والذي يجمع بين الخبرة الأكاديمية والخبرة العملية من خلال إشراكهم في البرنامج التدريبي منذ السنوات الأولى. فمن ضمن السنوات الأولى يكون عنده برامج أكاديمية وبرامج تدريبية فيجمع بين المعرفة والتطبيق. أحتفي بنجاح هذه المبادرة العظيمة من مبادرات تطوير التعليم والتدريب في مملكة البحرين. دور المعلم هو مستقبل الأجيال حقيقة. عشرات الأشواط تم قطعها باتجاه الهدف المنشود، وعيش مثل هذه اللحظات تثبت أن تعب السنين لم يذهب سدى، وأن بلوغ أعلى درجات المعرفة أمر يستحق وافر المثابرة وموفور الجهد الفكري من أجل مستقبل يوافق التطلعات. هو يعني لي الطموح والاستمرارية في العطاء، يعني لي كرم اللي هو الحكومة الرشيدة مع أبنائها الطلبة حينما تلتفت هذه اللفتة المباركة وتكرمهم على جهدهم اللي بذلوه طوال هذه السنين. فخر طبعا أكيد، ومن بعد تعب وسهر الليالي الحمد لله يعني رفعت رأس أمي وأبوي، وهذا أهم شيء. تقع على مسؤول على عاتقنا مسؤولية تربية جيل، لأن احنا معلمين نظام فصل، فبالتالي دائما نحاول نحن نسعى نربيهم مثل ما تربينا على عاداتنا وعلى تقاليدنا أولا وعلى حب البحرين، وبالتالي بعد نحاول نحن ندخل الأشياء اللي تعلمناها من كلية البحرين للمعلمين عشان نطور التعليم إلى ما هو أفضل دائما. تأهيلنا وجعلنا على يعني أحدث المستجدات فيما يتعلق بالمفاهيم التربوية والقيادة يجعلنا نواكب ويعني بيكون خريجينا من الطلبة مواكبين، لأن بنعكس عليهم. فكل ما احنا تطورونا اكثر، واحنا طبعا شكر لقيادتنا ولاهتمامهم فينا ان يجعلونا على اعلى المستويات، بينعكس تلقائيا على طلبتنا. كل هالسنين اللي مرينا فيها هالتعب كله يعني ما حسينا فيه، السنوات كلها مرت بسرعه، يعني كنا امس داشين الكليه واليوم يعني مر، يعني كل الوقت مر بسرعه. انا كل اللي اتمنى ان انا اكون مثل الناس اللي درسوني اللي حببوني في التدريس واللي خلوني اختار هاي التخصص، يعني أمنيتي أن أنا أكون مثلها مثل مدرستي. مجيء لحظة تخريج طلبة الفوجين الخامس والسادس ممن طاف عددهم حاجز 557 طالبا وطالبة أتموا متطلبات شهادات البكالوريوس والدبلوم والدبلوم العالي في التربية والقيادة التربوية، ما هو إلا استمرارية لحصد ذلك النتاج المثمر الذي ما زالت تجنيه كلية البحرين للمعلمين، فهي من تسخر بهيئة أكاديمية وإدارية برعت في رفع مناراتها التعليمية وتوجيه الأنظار عليها كصرح تعليمي ينهل من نبعه كل من رغب أن يصبح مربيا ومعلما للحرف والكلمة. في عظيم الأمر أمة تتعلم، وفي محور الخير فائدة تعم، وفي أصل الحكاية جيل لم ولن يخشى بعلمه غياهب الجهل وأوحال الضياع. بالمعرفة تبنى الأمم، وفي اكتسابها تمضي بثبات نحو وجهة نهضتها وتمام عافيتها. لتلفزيون البحرين، محمد الشيدات.